المحقق المهني اللي ما استفادش من هذا الدعم، والعمليه كتعرف عده اختلالات. اليوم عندنا واحد اجتماع مع الهيئات النقابيه اللي تتمثل سائق سياره الاجره ومع اعضاء المكاتب الوطنيه على صعيد الوطني. هاد تشعوت النقابات اليوم اللي عندهم جدول الاعمال ديالهم هو حول المحروقات، زياده في المحروقات اللي تنعرفوا هاد الزياده، لان المتضرر الاول هو السائق المهني، والدعم اللي تعطى ليه الدعم غير كافي بالنسبه لهاد السائق. النقطه الثانيه اللي هضرنا عليها حول المذكره 750، لان احنا ترفضوا رفضا تاما البند ديال السحب او الغاء ديال 750. بالنسبه للمذكره 336 اللي تنطالبوا بالنسبه للوزاره ديال الشغل، تنطالبوا بالنسبه للوزاره باش تعفى الاخوان اللي ما داروش واحد الانخراط ديالهم من شهر 4 الى 2023. فعلا هذا اللقاء هو جاء تزامنا مع المستجدات اللي تيعرفها القطاع واللي حركت القطاع شيئا ما، وحنا محتاجين اليوم التحالف والتنسيقيات على الصعيد الوطني للتوصل للتنزيل الصحيح والسليم لجل ما يسمى بهذه المذكرات اللي ترهبنا بها، مذكره تابعه مذكره، وكنتمناو نتوفقوا في هذا العمل باش يكون واحد التنزيل سليم ديال دوك المذكرات باش الارتقاء بهذه المنظومه المهنيه. احنا لحد الان هذا ماشي المطالب ديالنا غادي تكون عباره عن مسوده من بعد ما كان اليوم واحد اللقاء ما بين الكتاب الوطنيين ديال هذا التنسيق التساعي اللي فيه ما يسمى بالتنسيق الخماسي زائد باضافه ديال اربع هيئات جدد على هذا التنسيق، وكلها اليوم لقاء بدائي مبدئي ما بين هاد الكتاب الوطنيين وما بين بعض الاعضاء ديال المكاتب التنفيذيه ديال هاد الهيئات. وهنا كان واحد اللقاء اللي هو تشاوري، واما نتيجه اللقاء فهي اللي غتظهر عن في المستقبل ان شاء الله الرحمن الرحيم. احنا نطالب يعني رئيس الحكومه، رئيس اي وزير الداخليه، وزاره الماليه، ان ننزل طاوله الحوار لايجاد حلول يعني كنصف المهنيين، زائد ان اعاده النظر في اشكاليه ديال الغازوال. اشكاليه الغازوال دابا الان كيعاني منها المهني. نطالب اولا بتسقيف يعني هذا المحروق بالنسبه للمهنيين، نطالب يعني باعفائنا من الضريبه المضافه على القيمه المضافة، زائد اني الضرائب باش انها هاد المهني يقدر انه يشتغل وما يزيدش على المواطن، لان يعني المواطن ما عندوش كافة في يزيد. وفي الامر ديال الاستقرار ديال العمل صادفنا هذا الاكرام، الى مشينا في التوجه ديال العقد اللي كل مستغل وحسبنا الامر زمنيا